السعودية تزف بشرى سارة لجميع المغتربين اليمنيين لتحسين أوضاعهم. لنشاهد التفاصيل. كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء عن سلسلة قرارات مرتقبة تعتزم أعلنها السلطات في المملكة العربية السعودية لتحسين أوضاع المغتربين اليمنيين. وأوضحت المصادر أنه عقب مباحثات أجرها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي مع السلطات السعودية بشأن المغتربين اليمنيين بأراضي المملكة، لافتت المصادر إلى أن السعودية بصدد إعلان قرارات هادفة لتحسين أوضاع المغتربين اليمنيين وتخفيف ما يثقل كاهلهم. وأشارت المصادر إلى أن المجلس الرئاسي كان قد ناقش في وقت سابق مع الجانب السعودي ما بدوره أن يعالج وضع المغتربين في المملكة. وفي سياق متصل، عقد أعضاء المجلس الرئاسي اجتماعات منفصلة خلال الأيام القليلة الماضية مع سفير اليمن لدى السعودية الدكتور شايع الزنداني لبحث أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة والبحث عن حلول للمشاكل التي تواجههم، مؤكدة أن المجلس الرئاسي وضع قضايا المغتربين في قائمة أولويته خلال المرحلة القادمة. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.